تيجي نديها خلعون يا علم. الحته هنا لبش على الاخر والمداخل كلها مترشقه امن. مالك يد في ايه؟ ما تهدى كده وخلينا نشوف لها سيرفه. سيرفه ايه بس؟ ما احنا لفينا المنطقه كلها، يا اما امن يا اما كلاب، يعني كده كده مقفوشين. انت بتهلك كتير ليه؟ بص ياد، السور اللي ورا الفيلا هناك ده قصير وحواليه شجر كتير، يعني ممكن ننط وندخل ولا من شاف ولا من داري، فهمت يا حمار؟ وافرض حد قطرنا هنتسلم وقت يا علم. ما تجمد قلبك ودوس يا علم، انت بقيت عيل خرع. بقول لك صاحبي يا جدع ومش هسيبه وسط الناس دي لوحديهم، ولو خايف خليك. طب اهدى اهدى بس وما تاخدش الموضوع كده قوي على صدرك، جدتك لسه ما بردتش من برش السجن. طوعني طوعني يا علم. لا اله الا الله. بقول لك صاحبي صاحبي يا جدع وخلص الكلام. سلام. استنى، قلت لك انا معاك على الحلو والمر. يلا. الدنيا برد موت يا ليلى، قلت لك خليك انت جوه يا حبيبتي، يعني انا مش هعرف اوصل للباب. قلت امشي رجليا شويه احسن من القعده. ايه ده، هي دي مش عربيه كريم؟ اه عربيه كريم. انت مش قلت لي ان هم خرجوا؟ اه، ودي عربيه رفعت. يبقى ما خرجوش، امال هم فين؟ مش عارفه. يا شلبي يا شلبي. نعم نعم استهانه. ايوه ايوه انا جاي اهو. هم البهوات فين يا شلبي؟ هم جوه بس مش عارف فين. طب روح انت. حاضر. يلا تعالي معايا نشوفهم. طيب اسبقيني انت جوه وانا هحصلك، هروح اجيب موبايلي من العربيه، انا سايباه من ساعتها وشريف زمانه اتصل 100 مره. طب يلا ما تتاخريش، ما تسيبينيش لوحدي. هحصلك على طول يا قلبي. رفعت بيه اهدى، انت كده بتخسر كل حاجه. بقول لك ايه، بنتي فين؟ انا مش بحدد دي فريده، وانت عارف فريده بالنسبه لي ايه. انا ممكن اعمل عشانها اي حاجه اي حاجه. قول لهم يا حبيبي احنا هنموت. يا باشا اسمعني. مش هسمعك، مش هسمع الكلمه واحده. فريده بنتي فين؟ انت والا هقتلك وهقتلها. ما تتكلم بقى يا حربي ما دام بتخاف على مراتك قوي كده. يا جماعه اسمعوني، ثلاثة بالله العظيم ما اعرف حاجة. أنا جالي تليفون قالوا لي حق أختك، رحت لقيتها جثة بنتك، فبقيت متهم بقتل أختي وخطف بنتك، ومراتي مخطوفة، وبنتي في الحضانة مش عارف أشوفها. خلاص أنا ما بقتش فارقة معايا حاجة. أضرب كريم أضرب. يرفع يرفع كريم.